إذن متابعينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة فاس، وسط استنفار أمني كبير، وسط تعزيزات أمنية كبيرة محيط الملعب. كنشوفوا بداية توافد الجماهير الوداديه قبل تقريبا 3 ساعات أو 2 ساعات من بداية المباراة. كنظن على أنه غادي يكون حضور جماهير كبير، يعني كاينة ملامح على أنه غيكون حضور جماهير كبير، كاينة ملامح وكنشوفوا علامات على انه يكون غزو جماهير الوداد لملعب حسن الثاني بفاس باللون الاسود. كتحضر جماهير في هذه المباراه، وكيف ما كتابعوا معنا مشاهدينا الكرام، انا نقوم بواحد الجوله بمحيط الملعب باش تشوفوا معنا شنو واقع بالصوت والصوره على ما يبدو. وكيف ما كتابعوا معنا على المباشر، تعزيزات امنيه مكثفه، حضور كبير لرجال الامن، بداية توافد جماهير الودادية بطبيعة الحال، تنقل فردي فقط. حنا كنتواجدو بمحيط الملعب كيف ما ذكرت لكم في جولة باش نشوفو شنو واقع على المباشر. فخويا فيد اللي كتبتي كي خويا واش كاين، على ما يبدو ان التذاكر العدد ديالها محدود، ولكن كنظن ان الجماهير جايه اكثر من العدد المحدود اللي تحدث 2000 جماهير النادي المكناسي هي المستقبله بطبيعه الحال مدينه فاس، وجماهير الوداد راه هذه في 1000 تذكره فقط لحدود الساعه. كاين اللي كيقلب على التذاكر، كاين اللي عنده التذاكر، يعني استنفار امني كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر. دابا حاليا كيف ما كتشوفوا معنا جماهير الودادية جات تتوافد على الملعب كيف ما كتشوفوا معنا، وسط استنفار امني، وسط كذلك تعزيزات امنية مكثفة. هما الجماهير الودادية كما ذكرت لكم بداية المباشر على أنها باللون الأسود بدأت تتوافد على الملعب، وحضور كذلك قوة مساعدة، مدرعات مائية، الكل حاضر لتأمين هذه المقابلة. نتمنى أنه سود الروح الرياضية بين الجميع.